جت الثورة طبعا كنا منتظرين ان تصير ثورة. الاعوان البوليسي اللي كان يعس عليا كان تفتحت بيناتنا يعني علاقة، كانت علاقة جيدة يعني في معظمهم، هم العدد نتاعهم اللي كانوا يعسوا تجاوز 75 واحد، لكن فيهم ناس يعني كانوا تعساء يعني في المعاملة في كل شيء، لكن مش كثر، هذول ما يتجاوزوش عدد أصابع اليد الواحدة، 5 أشخاص. بقية الحقيقة ناس يعني يعدوا في أوامر كبرى فقط، ما يجاوزش الأوامر اللي تعطى عليها، بل فيهم اللي يجاوزها في الإيجاب مش في السلب، يعني أصبح حتى يعاونني ويرفع لي من معنوياتي، حقيقة يرفع لي من معنوياتي. كانوا يقولوا لي بالحرف الواحد، نتفاتحوا هكا في الكلام، كل بحرف الواحد راهو عندنا تقدير انه لو كانت تصير ادنى مسيره في تونس النظام يسقط. وكانت الكلمه هذه تتردد على ذهني برشا مرات. وقلت لي مات الشهيد محمد البعزيزي في 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 سيدي بوزيد، ويعني بدات التحركات تصير. تذكرت الكلمه اللي كانوا يقولوا فيها الاعوان هذونا، وقلت ان شاء الله تصدق الاعوان، هاي بدات المسيرات الان، اذا ان شاء الله النظام يسقط. وفي اخر ديسمبر 2010 كنا في اجتماع سري طبعا، في يعني كملنا فيه التقييم للحركه، بدينا تقييم الحركه من منذ نشاتها حتى لسنه 2010. كملنا هذا التقييم باش نبدا في ورقه استشرافيه في الدراسات اللي نعملوا فيها. وطبعا اجتماعات سريه. وانا اعترضت على ان نواصل في هذه الدراسه هذه، وانما نبحث الان الظروف اللي تمر بها الحركه. وقع جدل بيني وبين احد الاخوه انه هذه الاضطرابات والمسيرات سوف تنطفي، يعني اللي نبنى عليه سياق محقق عن شديد وما مش متواصل. قلت له بالحرف الواحد ان شاء الله تكون هذه بدايه سقوط النظام. شاركنا في هذه المسيره، جيت انا كنت من معتصمين هنا في ساحه القصبه، وكان ابني اسامه كان تقريبا يوميا في شارع بورقيبه، يومين في شارع بنجيب. فمرة أنا يوم 14 جانفي بالذات كنت في صفاقس، وفي في في منزل الأخ غربال هذا، يعني اتفقنا باش نلتقي صباحا نحضر إلى مسيرة ضخمة جدا في صفاقس. وكان العمل هكاك مشينا التقينا 5 صباحا، وكان الشتاء 5 صباحا مازال حتى الأذان ما أذنش الفجر. التقينا وسطرنا كيف تقع المسيره، منين تخرج من جامع سيد اللخمي وتمشي بدار الاتحاد، من الاتحاد تجوب كذا، عملنا والشعارات كتبنا الشعارات هذه. بعدين مع الساعه 10 صباحا يعني كنت انا مش نقف في الباب الرئيسي نتاع سيد اللخمي باش نرفع، يجيني هاتف يقول لي تلتحق بالعاصمه. تركت تونس وكلمت الاخوان، قلت لهم خذوا مكاني انا راني ماشي في تونس العاصمه. هذا اليوم الجمعة 14 جانفي. فخرجت من صفاقس وصلت للحنشة. قبل ما نوصل الدائرة هذه الجزيرة الموجودة في قلب الحنشة، شفت ثم شبه مسيرة جاية فيها أطفال ورجال كبار لابسين هاك البلايز العربي، وكل واحد عرفت اللي هي مسيرة متاع تجمعيين، لأن المنظر هذاك منظر تجمعيين شفت. وخارج من المعتمدية، إذا تأكدت أنهم تجمعيين. فأسرعت بالسيارة حتى ما خليهم يفوتوا هم الرومبو هذه الدوار هذا، ودخلت قدامهم واللي يعيطوا علي هاي هاي وكذا، ودخلت في وسطهم لان جايني يعيطوا يحيى بن علي يحيى بن علي. انا خرجت من الشباك يسقط بن علي يسقط بن علي. بعد بدي خاطر مع ابني اسامه، قال لي ايش عندكم انتم؟ قلت له ممتاز جدا، والقصبه توي كاي راهي معبيه مليح مليح وان شاء الله يوم باهي مليح. قال لي باب اليوم مش يسقط بن علي مش يسقط بن علي. قلت له هذاك مازال سقط بن علي مازال اما قريب. قال لي والله اليوم ولا ما يهرب، وانا هاني مش نمشي المطار نعس عليك كيفاش مش نهرب. فنبقى تاني قلت له ما تهربش، قايل لي عندي مكان امن نمشي غاديك نتخبى فيه وننتظر باش يجي يهرب. بعد نص ساعه تقريبا تكلمني الجزيره، عطيتها نشره من على الوضعيه الموجوده في تونس. سالوني قالوا المطار ماذا في يحدث في المطار؟ قلت المطار معليش قريب مني، اما نعطيكم رقم ابني اللي هو موجود الان في المطار. عطيتهم رقم ابني في المطار، هم في المطار بداوا يخاطبوا فيه، واللي يحب يراجع احنا سجلنا هذه الفيديو. هنا في المطار على ما يبدو الحركة من ناحية المواطنين هي حركة بطيئة جدا، وجود دبابة ووجود فيلق جيش في مداخل المطار، لكن دون خلق المداخل ومخارج المؤدي إلى المطار.
اما الشيء الذي فاجانا منذ تقريبا 10 دقائق هو يعني هجوم امني بسيارات مدرعه وسيارات وحدات التدخل وانزوائهم في زاويه دخول وخروج الشخصيات. شكرا لك أسامة بن سالم أحد شهود العيان في مطار قرطاج من تونس. الحمد لله يعني أنه كل شيء يمر وتلك الأيام مداولها. اليوم أين هم الجلادون وأين هم الضحايا؟ وهذه عبرة لابد أن نعتبر بها نحن قبل كل الناس. لابد أن نعلم الآن أنه الأخوة اللي في السلطة والناس اللي عندهم الأمانة متاع الدولة هذية لابد أن يعلموا أنه ما حال يدوم وكله قابل للتغيير، ولابد أن يفكروا في يوم يلتقي الحاكم مع محكومة أمام الله عز وجل. الجلاد كنت أنظر إليه في فترة الجلد، فترة التعذيب نظرة، الآن أنظر إليه نظرة أخرى ليست نفس النظر. النظر تنظر به للجلاد في الوقت المحنة لا يمكن أن تكون إلا فكرة الانتقام والتشفي منه في يوم ما إذا كانت تمكنت منه، بينما الآن لا. الآن الإنسان يجب أن يكون أكبر من هذا، أن وربي سبحانه وتعالى مدح العافين على الناس والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. كاظم الغيظ يعني هذا مقدرة مكانة عند ربي مكانة عظيمة جدا، وأنا أدعو نفسي وأدعو إخواني إلى أن يكذموا غيظهم وأن يتسامحوا مع جلديهم ومع من ظلمهم. وراهو لو بن علي الآن نعذبه أشد العذاب ليلا نهارا طيلة ما بقي من عمره لن يدفع ذلك، لن يضمد يوما واحدا من التعذيب اللي كنا نتلقوه في السجن مع بن علي. الآن أنا نقول بن علي هو أشد الناس علينا. هذا الرجل لو ننتقم منه الآن أنا سأكون حزين، لأن الانتقام منه هو استنقاص من المحنة ومن الجريمة اللي ارتكبها بن علي. يعني عندما ننتقم منه الآن نضربها أو نعذبها أو نقتلها أيضا، كأننا قلنا بهذه الأمر، هذا الأمر يساوي التعذيب الذي تعرضنا إليه، وهو أبدا لا يمكن أن يساوي ذلك أبدا. يوم واحد في الأربع أشهر الأخيرة في السجن لهذا قضية راح أحكيها لك، يوم واحد لا يساوي مال تونس كاملة ورزق تونس كاملة. أنا كانت عندي شحنة إيسوزي هذه وكنت نمشي بها للاجتماع اللي عندنا في حركة النهضة اللي كنا يعني نحضر فيه في الحكومة، يعني لاختيار أعضاء الحكومة. بعد ما انهينا كل شيء وقتها دعانا الرئيس المنصف مرزوقي باش نمشوا للوزراء تعيننا بعد نهارين ولا ثلاثة، هذا مش في النهار. مشينا عملنا اجتماع في نفس المكان هذاك، اجتمعنا تحدثنا مع بعضنا الوزراء نتاع النهضة. بعد جينا خارجين قالوا نمشوا للقصر. فبعض الأخوان يعني قالوا لي عندك الكرف نتاعك هنا؟ قلت لهم أنا كرفت. وانا قبل في الحمله الانتخابيه كنت نمشي في سياره مرسيدس نتاع احد اهل الخير، يعني عتالي كانوا يظنوا هذيك نتاعي هي وين مش نتاعي، انا عندي شاحنه اي سي جي وفيها اربع بيبان يعني نركبوا معايا. في شكون يحب يمشي معايا؟ قالوا فلان وفلان. هي تفضل معايا مشاو يتبعوا فيهم ونمشي نحكوا. والله ما عندي على قلت على حسنيه يعني ما عندي حتى خلفيه اخرى. فوصلنا للشاحن قال فين السياره نتاعك؟ قلت نتاعي. تفضل قال لي كيفاش ماشيين في كاميون القصر القصر الرئيس؟ قلت لهم هذيك هي الكاميون عزيز عليا راهي، هذيك اللي كنا نخدم عليها ونبيع عليها شويه خضره وشويه برتقال وكذا، تحبوا تمشوا معايا تفضلوا، ما كانش اذا ما عجبتكمش هذه عندي خويا عندك كتكت بشيطة باش نجيبها نمشوا فيها خير. هكذا كانت تحارب الكوادر والنخب في بلادنا، فهاجس بن علي كبير وعقدته اكبر حين يتعلق الامر بالكفاءات العلميه التي عمل جاهدا على تهميشها واقصائها مع حجب كلي للحقيقة أمام عدسات الإعلام والحقوقيين. الدكتور منصف بن سالم أحد الذين تحدوا جنون المستبد ورفضوا الانصياع لعصاه الأمنية بعد أن حاولت تركيعه وعائلته طيلة فترة السجن والإقامة الجبرية. ما من تفسير منطقي يذكر لهذه المعاملة المبالغ فيها في حق البروفيسور بن سالم
غير أن تفوقه ونبوغه وضع رأس النظام أمام حقيقة جهله ومحدوديته العلمية والمعرفية. سنوات الجمر نالت من حريته، لكنها لم تنل قط من حسه الوطني، لنجده اليوم على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تلبية لنداء الواجب الوطني. كانت هذه أعزائنا حكاية الدكتور منصف بن سالم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله في ملف آخر رفقة ضيوف جدد. دمتم أوفياء لقناة القلم، وإلى اللقاء.